استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عددا من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العمل على تحقيق حياة أفضل للمواطنين في مختلف المجالات هي أولوية حكومية، والعمل على تمكين المواطن وجعله مساهما فاعلا في بناء وتنمية وطنه هو هدفنا في مواصلة بناء وتنمية مجتمعنا. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الترابط المجتمعي في تعزيز اللحمة الوطنية وزيادة مكتسباتنا، خاصة في ظل ما يتمتع به شعب البحرين من حب للبذل والعطاء والتميز، وما يتمتع به أبناء الوطن في من كفاءات نعول عليها في مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في كافة مناحي الحياة. وقد تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية وجملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي.